مساء الخير متابعي جريدة أهل مصر، معكم رشا جمال من محافظة الفيوم. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم. بدأت محافظة الفيوم استعداداتها لشهر رمضان الكريم، وإحنا النهاردة في ورشة خاصة بأسرة قبطية مصرية في محافظة الفيوم، وتحديدا في مدينة سنورس. الأسرة كلها بتشتغل في تصنيع أشكال إسلامية خاصة بالاحتفال بشهر رمضان. بيعملوا فوانيس من خشب الأركيد بالليزر، باستخدام الليزر. أساس الفكرة كانت زوج قبطي وزوجته، هو خريج كلية تجارة وهي خريجة فنون. أنا بتكلم كده صح؟ خريجة فنون جميلة، هي بتحب الفن، جات لها الفكرة والزوج شاركها فيها. الأهل والإخوات وأبناء العم شاركوا في نفس الفكرة، وبدأوا فعلا يعملوا الورشة دي. تقريبا عمرها 5 سنين، المكان ثلاث سنين بس الفكرة بقى لها 5 سنين. هم اللي أنا عرفته طبعا إن هم بيشاركوا بمجموعة حاجات في كل المواسم الإسلامية، سواء عيد الأضحى أو شهر رمضان. معانا إبران، هنبدأ معاك بقى عشان أنت تحكي لنا إيه اللي إحنا شايفينه ده. زي ما أنتوا شايفين إحنا خلاص يعني أيام بسيطة ونبدأ شهر رمضان. طبعا كل سنة والجميع بخير وطيبين. احنا شغالين في فانوس رمضان. الفانوس ده احنا بنبدأه من بداية من رسمه على الكمبيوتر والتصميم وكده، لمرحلة التقطيع على المكان بنقطعه، بعد كده بيطلع اجزاء صغيرة زي كده، بعد كده بنتجمع بقى زي ما انتوا شايفين، بنبدأ نشتغل وبقى نجمعه قطعة قطعة ونركبه ونغلفه بس، وبعد كده بيطلع بقى منتج نهائي زي ما انت شايفه كده. قول لنا بقى انت خريج ايه؟ انا خريج تجاره. كليه تجاره. والموهبه الفنيه دي بقى جات لك ازاي؟ لا هي حاجه يعني موهبه عموما، يعني حتى من قبل الكليه او كده تبدا بقى بتحب الرسم شويه، بعد كده شغل الكمبيوتر والتصميم، وخطوه خطوه طبعا بتتطور لحد ما يعني نعمل الشغل ده. يعني ايه الجديد بقى السنه دي في الحاجات بتاعت رمضان؟ يعني كل حاجه بقى ليها سنه كده، في ايه الجديد بقى؟ ايه الحاجه الجديده بتاعت رمضان السنه دي؟ في اشكال كتير طبعا متداوله بتشتغل كل سنه، بس هو اكتر حاجه شغاله معانا السنه دي هو الفانوس ده. دي اسم ولا فانوس؟ احنا بنسميه فانوس مئذنه. طبعا هو يعني اسماء دي بس بتبقى زي اسماء تعريفيه كده نفرق بيها الفوانيس عن بعض. يعني ياخد من حضرتك وقت قد ايه؟ يعني شغل ياخد منك شغل قد ايه؟ الفانوس ممكن ياخد ربع ساعه مثلا. ربع ساعه، تلت ساعه طبعا ده تركيبه بس. لكن وده الفانوس ده ايه بقى؟ ده فانوس برضو بشكل تاني، ألوانه كده يعني قريبة من ألوان رمضان. ده بنسميه فانوس قبة. في منه شكل تاني زي ده، ده بيبقى بوكس بباب بيتفتح بحيث انه ممكن يتحط جواه هدية او حاجة. طبعا اشكال المجموعه بقى اللي معاك كده عايزين نتعرف عليها، وكل واحد دي حاجه معينه بيعملها صح؟ هم بيفهم. طيب ناخد بقى لمين؟ تمام. اسمك بقى ايه؟ دميانا. انا في كليه التربيه. انا بمسك الحاجات بنضفها، وبعد كده بخليها تركب الحاجات اللي انا بنضفها. طيب شغاله معاهم بقالك قد ايه؟ شاركتيهم في الموضوع ده بقالك قد ايه؟ يعني كل موسم كده بيبقى فيه زحمة شغل، باجي بساعد بعمل. طب احنا عايزين نشوفك بتعملي ايه عشان نبقى يعني ايه
نشوف انت مهمه الخشب بيبقى متحرق من هنا بروح مع السحاب بحيث ان هو يتركب وبعد كده بتسلميها هي تمام. انت تقريبا بتشتغلي كام ساعه بقى؟ بتقعدي كده تشتغلي كام ساعه؟ لا مفيش ساعات محدده يعني. اجي انا من الناحيه دي عشان اشوفك بتعملي ايه. اتفضلي. انا ساره اخت برقام، خريجه كليه اداب تاريخ. طبعا احنا شغالين في الشغل ده، هو فعلا في كل موسم في كل ضغط، طبعا بيبقى فيه ضغط علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بنبتدي ان احنا نركب الحاجات دي، يعني هي بتيجي زي ما احنا شايفين، هي بتيجي اجزاء، فاحنا بنبتدي ننظفها وبعدين بنركبها. انا حاليا مثلا بركب الضلوع بتاع فانوس رمضان، بس كل زاويه ليها كل شكل، يعني حتى الشكل ده مش زي الشكل ده، مش زي الشكل اللي بعديه، يعني بنبتدي نرتبهم ونحطهم بس كده. وكل واحد هنا بيبقى ليه مهمة. هي دراستك غير ده، انت حبيتي تشاركيهم؟ جدا جدا. هو انا اخويا ومرات اخويا هم اصحابي اكتر من اي حاجة، فبالنسبة لي الحاجة اللي هم بيعملوها بسبب الحب اللي هم بيقدموه للشغل ده، فالحاجة دي بتبقى يعني، حتى في ناس كتير بيقولوا لهم لا ده الشغل ده جميل جدا، الشغل ده مش عارفة ايه، فهي الفكرة جت من هنا، اللي هو لا انا برضو حابة الشغل اللي هم بيعملوه، لان الجو عموما اللي احنا بنبقى فيه هو جو اسري، يعني معظم اللي هنا هم كلهم اخوات ولاد عم قرايب، فاحنا بنبقى حابين الحاجة دي، وخصوصا طبعا شهر رمضان ده بالنسبة لنا بيبقى اهم حاجة اصلا، اهم شهر في السنة. في حد من صديقاتك المسلمات بتقولك انا عايزة فانوس مثلا معين؟ انا كل سنة بطلب منهم ميداليات اصلا، بوزعها على صحابي، على جيراني، على ناس معينة انا عارفاها، على صحابي بتاع الكلية بتاع زمان، حاجات زي كده. شكرا لك جميل. ميرسي. هعطلك شويه. لا اسمك ايه بقى؟ اسمي بولا بحر. انت بقى بتعمل ايه هنا؟ هو انا بعمل يعتبر راس الفانوس، القبه بتاعته، بكون اساسياته. بكون اساسياته. ببدا السطح بتاعه. بعد كده ببدا بضلعه. بعد كده ببدا بدوايره. وكده يطلع بالشكل ده. تمام. بس انت درستك ايه بقى؟ انا في مدرسة سياحة وفنادق. سياحة وفنادق. كل واحد مجال غير التاني خالص. تمام. والموضوع بقى ده كده انت حبه ولا؟ حبه جدا، حبيته من اول مرة لما اتعرض عليا الشغل. تشتغل معاهم على طول؟ على طول. تمام. بتشارك في حاجه بقى من الموضوع ده؟ فكره مثلا، حاجه جت في دماغك كده مثلا؟ لو جت فكره او حاجه بشارك. تمام. بس حاجات مثلا كده لو في ناس او حاجه بقول له عليها وهو بيجرب يرسم ويصمم، ولو نفعت بيكمل فيها. وانا ممكن اعرف ايه الجديد ده؟ انا شايفه حاجه كده كده، ايه مكتوب صوره وعليها رمضان كريم، دي ايه بقى؟ ده بوكس. ده غير الفوانيس بقى بيبقى؟ ده غير الفانوس يعني عشان تقدم الفانوس. ده ممكن يحط فيه الفانوس، طبعا بيكون شكله ظريف جدا. طيب احنا فاضل عندنا بقى ايه؟ برضو حد تاني بياخد الشغل يكمل، صح؟ اسمك ايه؟ انا اسمي مينا، بدرس ادارة اعمال. تمام. احنا الاول بنبتدي بالقعدة بتاع الفانوس، لان يعتبر بتبقى اصعب حاجة في الفانوس عشان تشيل كل فبولا بيبتدي بالقبة وانا ببتدي بالقعدة، والبابا يعني بيركب على كذا مرحلة. تمام. دراستك ملهاش علاقة بالبدا؟ ده ملهاش علاقة بالشغل. بس انت حاسس ان في عندك فن؟ انا يعني احنا حابين الشغل كلنا هنا مع بعض. هنيجي بقى لاساس المشروع، الفنانة بقى بتاعت انت بقى اللي بتصممي ولا بتعملي ايه؟ لا التصميم بقى. نعرف اسمك. انا ميرنا، 27 سنة، خريجة تربية نوعية.
لا لو بتتكلمي من ناحية التصميم فبرام هو اللي بيصمم يعني من جزء الكمبيوتر، بس الشغل ده بقى يعني انا بحبه جدا لانه كان طبعا في كليتي، انا قعدت 4 سنين ادرس حاجات ليها علاقة باللي احنا بنعمله دلوقتي، الاركيت اليدوي بقى مش المكان بس، فده استكمالا بقى يعني للكلية. احنا شايفين طعمين ارفق كده فيها شويه حاجات، احنا هنا كل موسم يعني بيبقى عندنا مثلا موسم عيد الاضحى فبنعمل له البوكسات بتاعته، وبيبقى باشكال كتير واحجام كتير. طبعا رمضان ده جزء كبير يعني. انا شايفه ان انتوا عاملين ميداليات نصين للناس اللي هي بقى المخاطيب المتجوزين الاثنين الاخوات اي حد، مش لازم يعني. انتوا هنا بتحطوا ده عرض لشغلكم؟ ده عرض، ده جزء العرض في المكتب. عايز اسالك بقى على حاجه، اتفضلي. بقى رمضان السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا السنه دي احسن شويه؟ صدقيني علشان الكورونا مش احسن خالص، بس لا خالص زي بعض تقريبا، بس الحمد لله على كل حال، ونخلي بالنا بقى ونحافظ على نفسنا. بس احنا عايزين ندخل بقى المكان بتاع المكنه. تمام ماشي، اتفضلي. دي المكنة، دي بالظبط. هو التصميم موجود اهو، ممكن تقربيه يعني، ده الفانوس اللي هو المئذنه اللي احنا كنا بنتكلم عليه بره. ده بيعمل كام فانوس بقى؟ يعني ده كده يعمل 3 3 فوانيس تقريبا. يعني اللوحه دي المفروض تطلع تطلع 3 فوانيس كاملين. تطلع 3 فوانيس تمام. والثانيه دي للصور. انا عامل الصور دي الصور. الفانوس بقى بنحط عليه صور مثلا تتطلب يعني او كده. دي لطباعه الصور. ودي هو ده حفر مش طباعه، يعني ده حفر الاول حفر الصور. ايه الفرق بين الحفر والطباعه؟ الحفر ده يعني بيبقى حرق في الخشب نفسه. المكان ده التقنيه بتاعته ان هو بيشتغل بيطلع منه شعاع ليزر. الشعاع ده بيحرق في الخشب بيحول لونه من لونه الطبيعي للون الاسود. بس فدي بتبقى حفر. لكن الطباعه بقى مكان الطباعه بتطبع الصوره عاديه بالوانها، بيكون شكل تاني خالص يعني. نشوف بقى شغلها لنا كده. الصوت بس هيبقى عالي شويه. مش هنشغل كتير بس نعرف بقى ايه. هي بتمشي على الرسمه. هي هنكمل دلوقتي مثلا. تمام خلاص افصل بقى لان الناس كده هتلاقي. مش هتستحمل الصوت. لا هي هتشتغل حالا. هيبقى مزعج شويه. هي شغلكم جميل جدا، والجميل ان انتوا اسره يعني، دي شركه كتير اسره يعني، كلكم مع بعض مفيش حد من بره، واعتقد مجالاتكم كلها مختلفه. هيبقى لو حد فنان بقى كده هي الفن بتاعه طالع يعني. هي الاسره اكبر من كده كمان كتير. بس هو ده هم اللي يعني كانوا في ناس تانية طبعا يعني اكبر من كده كتير. لا هو على حسب يعني، في وقت زي رمضان ده بيكون موسم شغل كبير، فالعدد بيكون اكبر، بس في الايام العاديه العدد بيكون اقل يعني حسب الشغل يعني. الفوانيس دي مكلفه ولا ايه يعني؟ خامتها مكلفه ايه؟ هي شغلها هو اللي مكلف يعني اكتر من خامتها كمان. فكره الليزر يعني شغل الليزر ده بيكون مكلف طبعا. الاسعار بتتغير من وقت للتاني ومن موسم للتاني، بس فكره الايدين يعني اعتمادك اكتر على الخشب. خشب. احنا بندخل حاجه ثانيه مع الخشب؟ لا هنا بنشتغل خشب بس. انا عايزه اتفرج عليكم بقى وانتوا بتشتغلوا كلكم كده، عشان انا بصراحه مبسوطه من المنظر العائلي ده. طيب احنا طبعا انت حضرتك بترسم الرسمه وتحطها على المكنه جوه. بالظبط.
وبعد كده تبدأوا تقطعوا. تمام. ايه ادوات تانية بتستخدمها غير ال انا شايفه في شواكيش وفي حاجات هنا دي ايه؟ شاكوش الخشب ده الاساسي. اسمه ايه بقى؟ شاكوش خشب عادي ولا ليه اسم عشان انا شاكوش خشب. بس ده بيبقى فيه حاجات بتبقى بتركب يعني مثلا تركب فيها وليكن في قطع كده بيكون تركبها مش سهل ما بتتركبش بالايدين على طول. عايزه ضغط. فبنضطر نضغط بشاكوش يعني مثلا كده شايفاه هنا ده شاكوش اللي هو الشاكوش العادي بتاعنا ده. بنستخدمه بس في اضيق الحدود يعني علشان بيبقى شديد شويه على الخشب لكن الخشب هو الافضل يعني. عشان ما يجرحش طبعا الامير لازم الخشب هو بيتثبت والمكنه الصوت والضوء بقى بتاعت دي عارفه دي بتركب للحاجات دي المكنه الصوت اللي بتركب في الفانوس اغاني بقى رمضان طقوس معينه بقى بتعملوها في رمضان يعني كمشاركه من المشاركات بتاعتكم غير الفوانيس ايه اللي هو الشغل الصبح بيبقى يعني مش بنشتغل تقريبا دي مش بيبقى عندنا شغل او يعني كلنا بنبقى مريحين يعني فمش بنشتغل الصبح اغلب شغلنا بيبقى بالليل. الطقوس حرفيا كلها اللي انتوا يعني بتعيشوها احنا كمان بنتسحر معاكم وبنجيب اكل هنا في المكتب وبنقعد فده بيبقى حلو جدا احنا بننبسط بالشهر ده جامد يعني جدا بجد يعني بيبقى في سحور بقى لو قعدت طبعا فول وطعميه الشباب هنا ما بيتوصوش يعني. تمام. في حد من اصحابكم المسلمين بيجي يبص يشارككم يبص طبعا هنا في سنوكس احنا لينا علاقه كويسه جدا باصحابي يعني بيجوا هنا المكتب في طبعا ناس بتشتري فوانيس اكيد بنقعد مع بعض يعني ليا صديقه غاليه جدا عليا هنا في سنوريس بتيجي كل شويه تقعد ومن غير اي حاجه من غير رمضان بتيجي هنا تديني هدايا على طول الهدايا متبادله بينا يعني بس مين اللي بيعمل ده؟ طيب الحاجات دي سعرها ايه بقى؟ للجمهور؟ تمام. ايه بالظبط؟ كل حاجه اكيد ليها حجمها صح؟ يعني تقريبا من كام لكام بلاش يعني لا صار تتفاوت بقى من فانوس للتاني طبعا اقل فانوس واغلى فانوس في عندك لا في فوانيس بتبدا مثلا من 20 جنيه وبتفضلي بقى بتطلعي في الاسعار 30 40 50 لحد ميات بقى 100 و200 جنيه لان في بيبقى في فوانيس كبير بالظبط طب الاسعار دي زي الاول ولا برضو لا السنه دي زي السنه اللي فاتت ما فيش لا 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 ما فيش اي تغيير. طب يعني احنا عايزه بقى كده ايه يعني رساله منك للناس بقى عامه اطفال مسلمين كله طبعا كل سنه والناس كلها بخير والناس كلها طيبين وزي ما احنا عارفين ما فيش حاجه اسمها احنا في مصر بالظبط دي مصر. يعني الروح دي مش موجوده غير في مصر دي يعني. اكيد هي البلد دي كده وهي دي طبعا يعني بالظبط لما جيت هنا حسيت ان يعني ده حقيقي بجد بالظبط كل سنه والجميع بخير يا رب وانت بخير يلا عايزين بقى كلمه منك انا مش هقول لك اكتر من انه بجد الشهر ده بيبقى سعيد علينا احنا اكتر يعني انا عن نفسي ببقى سعيده جدا بيه بكل الطقوس اللي فيه اللي في الشارع واللي في التلفزيون كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب دايما ويا رب الكورونا تعدي على خير ان شاء الله كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانتم كلكم طيبين كل سنه ومشاهدي جريده اهل مصر طيبين طبعا احنا ده نموذج من أسرة قبطية موجودة في الفيوم مدينة سنورس بيشاركوا المسلمين بصناعة مجموعة من الفوانيس كل سنة وانتم طيبين وده دي الروح اللي انا شايفاها النهاردة دي هنا هي دي الروح المصرية روح مصر
اللي فعلا نسيج واحد. انا حاسه ان انا يعني معاكم كده عايزه اشتغل في الفوانيس بصراحه، عايزه انزل اعمل شويه فوانيس. بس طبعا انتوا كل واحد مجال وكل واحد فعلا يعني ليه طريقه في الشغل كده، فموفقين ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين، ونيجي لكم ان شاء الله بقى في عيد الاضحى نشوف الخرفان بقى والحاجات اللي انتوا بتعملوها.